يدخل المنزل أو السيارة، يخرج من المنزل أو يخرج من السيارة، يصعد الباص أو ينزل من على الباص، استعد. كل هؤلاء بنستخدم معهم الفعل get. كيف ذلك؟ تعال أوضح لك. ادخل المنزل get in the house، أو السيارة get in the car، اخرج من المنزل get، فقط ضف كلمة out، get out the house the car، اصعد الباص get on the bus، انزل من على الباص get off the bus، استعد get ready. وبالتالي انت تستطيع انك انت تستخدم هذه العبارات في جمل إنجليزية كثيرة، وبنستخدمها واحنا بنحتاجها أكيد 100%. طبعا الماضي من get هو got، يعني فقط بتحول الإي إلى أو، get أو got 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 got. فلذلك عندما تريد أن تقول أنا دخلت المنزل I got in the house، خرجت من المنزل I got out the house، اخرج من المنزل get out، هو خرج من المنزل he got out the house، هو خرج من الكافيه he got out the cafe at 3 o'clock، هو خرج من الصيدلية he got out the pharmacy with his parents، مع والديه. اصعد الباص get on، لكن أنا صعدت I got on، أنا صعدت الباص الساعة 1 I got on the bus at 1 o'clock، أنا نزلت من على الباص الساعة 1:30 I got off the bus at 1:30. استعد get ready، أنا استعديت I got ready I got ready.